السلام عليكم شباب، معكم ذا سنجر. اول جهد رجعت لكم في فيديو جديد. راح اتكلم معاكم عن تقييم لعبه بلاك اوبس 4. طبعا السبب اللي خلاني اسوي هذا الفيديو، ناس كثيره في البث سالتني: جهاد، شنو تقييمك لهذا اللعبه؟ كل مره اقولهم ما ادري، خلوني العب اللعبه كم يوم واخر شيء اعطيكم رايي بالتفصيل. طبعا راح اتكلم عن بالتفصيل عن بلاك اوت والمالتي بلاير والزومبي كله كامل بالتفصيل، بدون اي تطبيل، بدون اي بهارات، الاشياء الايجابيه، الاشياء السلبيه، الاشياء اللي حبيتها واللي ما حبيتها، وهل اللعبه تسوى انك تشتريها او لا. حلو، ندخل في صلب الموضوع على طول يا حبيبي. بالنسبه للمالتي بلاير، متعه، حلو، لاقات، خلينا نتكلم باللاقات شوي بالتفصيل. بالنسبه للنظام اللي يقول لك في سيرفرات في الشرق الاوسط، لا ما في سيرفرات، هذا نظام الهوست. احيانا اذا صار ما حد معاكم هوست راح يصير عندك البنج حدود 40 الى 60 على حسب سرعه النت عندك، بس حدود الافرج هذا راح يكون فيه. بس اذا ما لقح معاك الهوست راح يحاولك على سيرفر اوروبي وتلعب حدود البنج 110 الى 120 اذا كان اتصالك ممتاز تكلم، بس اذا كان سيء بيوصل معك 150 وفوق. فيعني في سيرفرات، لما في سيرفرات بس تقدر تلعب بنج قليل، تقدر على حسب الهوست اللي راح يكون موجود. وطبعا الهوست يختلف من طور الى طور. حاليا انا العب في البي سي، قليل الاطوار اللي احصل فيها عرب يلعبون فيه، مثلا تيم ديث ماتش مو كثير يلعبون فيها عرب، بس لو اروح دومينيشن اوه تلقى كثير. فكل السيرفرات او اللي حصلها الهوستات كلها في السعودية او حول السعودية، عارفين يعني في الخليج عامة. فالبنج راح يجيني 50 40 60 بين هذه الاشياء، فيعتمد على الطور. بس هذه من ناحية البي سي. بس بلاي ستيشن في عدد الناس اللي تلعب اكثر، فراح تحصل هوستات اكثر في هناك. بس طبعا اللي اذا كان الهوست معاك ماسك 4G الله يعينك عليه. فهذه من ناحيه المالتي بلاير، حلو حلو. هل يسوى انك تلعبه؟ مره يسوى بشكل كبير وممتع، خاصه انه في اسلحه مره كده تلعب فيها. صحيح الهيت ماركر احيانا يغبن على حسب الهوست، مره تحس له حق مره جبار، مره تحس له حق ابو كلب ما يقتل، هذا يعتمد على الهوست. فهذه كول اوف ديوتي من اول ما عرفناها على هذا الاسلوب. بس بالنسبه للمالتي بلاير شيء خرافي، حلو، رهيب جدا جدا جدا. ننتقل الى الشيء اللي بعده، الى الزومبي. وبالنسبه للزومبي، الزومبي حلو ممتع، بس في شيء غبني انه ما في جاجرنت. بس تقدر صحيح انك تعوض باشياء ثانيه، بس ان الجاجر كان شيء مهم بالنسبه للطور الزومبي عامه. يعني الاشياء اللي فيه، التحديات الجديده، الاسلحه، كمه الزومبي كذا دائما لو تحطه في سيدي لح واحده وتجمع جميع اجزاء الزومبي، الناس راح تظل تشتري الزومبي. لعبة الزومبي يا اخي والله ما ادري تلك حاطين فيه سم شيء يخلي الناس تلعبها ولا شيء، ادمان والله ادمان. المهم لعبة الزومبي هذه ما اقدر اتكلم فيها كثير، بس انه ما في جاجرنت، بس قاعد تعوضها باشياء ثانيه، ف شيء ممتاز يعتبر، فما اقدر اكثر في هذا الكلام. خلينا ننتقل لبلاك اوت نتكلم عنه بالتفصيل اكثر. وبالنسبه لبلاك اوت، الطور ابدا 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 ما توقعت راح يكون ممتاز يا اخي، شيء خرافي. اذا انت لعبت ببجي، تخيل ببجي اون ستيرويد يا اخي، تاخذ لعبه ببجي تطورها بشكل خرافي 100% تطويرها، تطلع لك كذا على كول اوف ديوتي، تطلع لك هذه بلاك اوت. يا اخي الجان فايت فيه حلو، الاسلحه فيها كثيره متنوعه، الماب مو كبير تنتقل فيه بسرعه، مع انه في طائرات ودبابات بس هم تنتقل في الماب بسرعه. يا اخي الهيل فيه متعه، يعني يمديك تهيل بسرعه ترجع للجيم فايت بسرعه، هذا شيء خرافي. عندك انواع كثيره اللي هي غير الارمر، صحيح انه في البيتا كان الارمر ليفل 3 محدف وتقعد تطلق في الواحد مثل كامل يلا يموت، بس الحين ليفل 3 ارمر ما هو موجود. وكان اول ما نزلت اللعبه في جلتش انك تاخذ الارمر بعد ما يقول كلمه بلاك اوت، مثلا يقول لك 4 3 2 1 بلاك اوت ويبدا الجيم. من تسمع بلاك اوت تاخذ الارمر من الارض يسحب معاك الجيم. طبعا عدلوه هذا بعد تقريبا امس، من تاريخكم تشوفون الفيديو يعني تاريخ 16 اكتوبر تعدلوا المشكله، فصار ما فيه هذه الحركه. يعني الناس تتخيل تنزل بدايه اللعب وعندها ارمر، تاخذ سلاح واحد عنده سلاح وجها لوجه، اللي عنده ارمر اكيد راح يفوز. حلوين طيبين. بالنسبه الى الاسلحه تكلمت عنها ممتاز، السنايبر ما تلقاه كثير مثل الاول، لان السنايبر يعتبر نادر. بس عندي مشكله وان العب في البي سي يجيني كراش او انت مشكله في الاتصال ويطردني من اللعبه كامل. هذه جاتني كثير، يعني في اليوم تجيني من 5 إلى 6 مرات تقريبا اذا لعبت 5 ساعات. يعني تقريبا في كل ساعة تجيني مرة، او كل ساعة او نص تجيني مرة، لا بد منها تجي هذه. فهذا الشيء يضايق بشكل كبير.
بس اتوقع ان مع الايام الجايه راح يتحسن. ليش؟ لان دائما تنزل لعبه كول اوف ديوتي تنزل معها بدايه مشاكل، يعدي الشهر الاول كل المشاكل تنحل، خاصه من تريارك، هذا الشيء معروف من ايام بلاك اوبس 1 بلاك اوبس 2 بلاك اوبس 3 وحاليا بلاك اوبس 4، اكيد متاكد 100% هذه المشاكل كلها راح تتصلح. فبالنسبه لبلاك اوت شيء رهيب. اذا انت تلعب على البي سي وتبي تلعب معي راح احط باتل تاج تحت في الديسكربشن، حياك الله نلعب مع بعض اي وقت تبونا في البث المباشر. تقريبا اسوي بثوث يوميا حدود الساعه 7 او 8 بتوقيت مكه المكرمه، نلعب كول اوف ديوتي، عامه نلعب زومبي مالتي بلاير بلاك اوت النوع يعني عارفين. ففي اشياء مره كثيره تسويها في كول اوف ديوتي، فهل تسوى اللعبه؟ بالنسبه لي اي تسوى. فيها عيوب؟ اي فيها عيوب، بس هذه العيوب بس الاشياء اللي ما حسنا فيها تغطي على العيوب، واتوقع هذه العيوب يمديها تتصلح. يعني اكبر عيب نشوفه ما في هوست، اغزي ما في سيرفر عربي، اي ما في سيرفر بس انه في هوست يمدي يغطي عليه شوي، ما راح يكون الهوست مره جبار يعني بدرجه انه يغطي على السيرفرات، لا نظام الهوست معروف القديم بس يمشي حال البنك يعني. بس اللهم يعين، المشكله اللي ماسك الهوست انك صعب تقتله، عارف هنا المشكله، اخوي يقتلك سريع سريع. فهذه المشكله الوحيده بس اللي اشوف من ناحيه الاتصال. من ناحيه البي سي يكون في كراش في اللعبه كثير، اتوقع راح يتعدل الايام الجايه. اوه ما هذه الاصوات او ديسكورد عندي، مو مشكله. فتقريبا كذا شباب وصلنا لهذا الفيديو، اتمنى عجبكم واستمتعتم فيه. اذا عندك اي سؤال استفسار اكتبه في الكومنت تحت، وان شاء الله من اليوم راح نبتدي معاكم ننزل كول اوف ديوتي بلاك اوبس 4 فيديوز وتستمتعون معي فيها، وناخذكم برحله جديده الى عالم كول اوف ديوتي. فاشوفكم على خير، سلام عليكم.